أهلا بكم في الحلقة السابعة من الروحانية الصحيحة علي أن أخبركم أنا متحمس تجاهكم سنتكلم عن كيف نتعامل مع الأمور بشخصنا الحقيقي واقع الحال أننا جميعا نعاني من قلة الأمان وإذا عدنا إلى آدم وحواء منذ قدوم القطيع إلى العالم ونحن نختبئ جميعنا نلبس أقنعة أعني أنه الواقع لقد أجريت هذه الدراسة مع فرق عدة ولكن فريقان محددان احدهما يضم اشخاصا في العشرين من العمر والثاني اشخاصا في الثلاثين ولقد صدمت لان هذه السلسله بالذات هذا القسم منها تفجر فيك اشياء لان عندما تكتشف من انت بالذات وتبدا بادراك صوره الله فيك وليس عليك ان تدعي او ان تقارن ولا تهتم باداره صورتك اقول لك هذا سيكسر الجليد اذا المستعدون افتحوا اناجيلكم مدونات افكاركم ولنبدا ليس هناك شؤون وقضايا كثيرة يتفق حولها علماء النفس واللاهوتيون مئة بالمئة ولكن علماء النفس واللاهوتيين يتفقون على أنه منذ طفولتنا حتى آخر أيام حياتنا نحاول طرح ثلاثة أسئلة محورية بطريقة واعية أو غير واعية السؤال الأول من أنا؟ السؤال الثاني إلى أين أنتمي؟ والسؤال الثالث ماذا علي أن أفعل؟ اعني هذه امور تتعلق بالهويه، الامان، وبالمعنى. ونحن في مسيره لاحظتموها هي حول التحول الى مسيح روميا الثاني عشر الروحانيه الصحيحه. وفي نهايه المطاف يمكن ان نطلق عليها تسميات عده، ولكن يسوع كان واضحا جدا، احبب الرب الهك من كل قلبك، كل نفسك، كل ذهنك، كل قوتك. واحبب قريبك كنفسك. وفي روميا الثاني عشر يعطينا لمحه عن كيف يبدو تابع حقيقي للمسيح في كل يوم من حياته وبالنسبه لمحبه الرب يقول كيف تحب الرب ما اكثر ما يريد الله يريد انت وانا كل ما نحن عليه ما نملك مستسلمين له ومن ثم الادراك بانها معركه وان نظام العالم يريد ان يبعد قلوبنا عن مخلصنا الذي يريدنا ان ننفصل عن قيم العالم والان سننتقل من الايه الاولى الى الثانيه ثم الثالثه الى الثامنه وما سنتعلم هو كيف نتعامل مع الأمور بشخصنا الحقيقي؟ لا يمكنك ولا يمكنني أن نحب الآخرين إن لم نحب أنفسنا. لا أقصد أبدا بأنني بل أعني بطريقة صحية جدا. كيف ننظر إلى المرآة؟ ليس فقط المادية بل إلى مرآة نفسك. تتعامل مع الأمور بشخصك الحقيقي وتقول أنا مصنوع بتأن وروعة، أنا مهم، لدى الله مشروع لي. أنا أنا لست قصيرا ولا طويلا جدا، لدي الشخصية الصحيحة. لدي المواهب الصحيحه لا يلزمني ان اكون مثل اي شخص اخر هذا هو واقع الامر غالبيتنا غالبيه الناس على كل الارض يمضون معظم اوقاتهم وطاقاتهم محاولين ان يكونوا مثل اخرين او متمنين لو كانوا اخرين اذا نحن نلبس كاشخاص اخرين نتصرف كاخرين لدينا كل هذه النماذج المختلفه ونصرف كل طاقاتنا واوقاتنا لنكون مثل شخص ليس بنفس الجاذبيه الموجودة لدى شخص بين سبعة مليارات نسمة على هذه الأرض مع حمض نووي فريد هو لك وأنت مصنوع تماما مثل ما صنعك خالق كل الحياة لأن لديه مشروعا لك وخصك بمواهب ويريد أن يفعل شيئا عظيما فيك وشيئا قيما من خلالك إذا سنطلق العنان ونسأل ونجاوب على السؤال كيف نتعامل مع الامور بشخصنا الحقيقي؟ فافتحوا مدوناتكم ولنقفز الى هذه الاسئله الثلاثه. السؤال الاول من انا؟ عندما تكونون صغارا جدا فتقول في عائلتكم مثل عائلتي كنت اقول انا من ال انجرام. ابي كان واضحا جدا ان اسم العائله مهم ويفضل ألا تفعل اي شيء قد يسيء لسمعه عائله انجرام. وعندما تتقدمون قليلا بالسن وتسالون من انتم تعطون عاده صفه مهنتكم او عملكم، انا عالم، انا مهندس كمبيوتر، انا ربة منزل، انا عامل اجره، انا عامل كهربائي، اذا من انا؟ هويتي تتمحور حول ماذا افعل؟ وعندما نتقدم اكثر بالسن وتتبدل حياتنا تصبح هويتنا في شغفنا، انا ام، انا ملاح، انا فنان. ولكن كل هذا ينطلق من زمن طفولتك. إلى آخر مراهقتك، إلى بداية نضوجك، ثم تحول صغير في منتصف العمر، ما هي هويتنا؟ تطرحون دائما هذا السؤال، سواء كنتم أرباب عائلات أو كنتم أبناء. والسؤال الثاني الذي نطرحه جميعا إلى إلى أين أنتمي؟ هذا حول الأمان. وأتذكرون تلك التجمعات في المدارس؟ أليس غريبا أعني في كل مدرسة الرياضيون سويا المفكرون مع بعض، هنا مجموعة المتحررين، هناك المتحفظون، هناك المنفتحون؟ وهناك أندية فتنضمون إلى أندية مختلفة و... ثم حيث أنتمي هو خلفيتي الذين يشبهونني وأحيانا تدور حول حيث ننتمي أنا من جامعة أي بي أم أو جامعة إتش بي أنا من جوجل صح يعني مرات أخرى حيث أنتمي هو أنا أنتمي إلى نادي اجتماعي وأناس مثلي يذهبون إليه او انا انتمي الى هؤلاء لانني البس ثيابهم ولدي حركاتهم او انتمي لان في بعض العصابات يجب ان تقتل احدا لتصبح منها وانا لدي وشم في جسدي لابرهن انني منهم عليكم ان تفهموا الديناميكيه ذاتها صغارا كنتم ام كبارا في كل ذلك ان كل شخص مصنوع على يد رب الكون ليحتاج الى الانتماء ليحتاج لفهم من هو بالفعل ونتكلم عنها احيانا بطرق غير مستقيمه كثيرا وفي الواقع احيانا خطيره السؤال الثالث الذي نطرحه لما انا هنا ماذا علي ان افعل انه جذري انه لامر جذري ويجتاح افكارنا فنفضل احيانا ان لا نفكر فيه متى كانت المره الاخيره التي توقفتم فيها وسالتم لما انا على هذه الارض ما هو معنى الحياه بالنسبه لي سؤال مطروح علي ومطروح عليكم ونقول حسنا حسنا أعني ربما هذا السؤال أهم في الحياة ولكن أنا وردني الكثير من الرسائل الصوتية أو الإلكترونية وأنا مشغول جدا هناك عمل هناك أولاد يجب أن أتخلى عن لقاء أشخاص يجب أن أنضم إلى هذا وأصل إلى هذا المستوى أو من المدهش كم كثرهم خلال هذه الحياة ينجزون الكثير من المهام ويستجيبون لطلبات هي بالفعل حول الهوية والأمان وتصحو بعد ثلاثين وأربعين عاما لتكتشف أن حياتك كانت عملية طحن حياتك كلها حول شيء قد يحدث يوما ومكان ما ولا تتوقف عن السؤال ماذا يفترض بي أن أفعل في حياتي جزء كبير من أزمة منتصف العمر هي لأشخاص ينظرون في مرآة الماضي ويقولون لم يكن علي أن أطرح هذا السؤال يوما حتى ولو فكرت فيه بالعمق لا أحب الجواب ليس لأني لا أعرف حسب ولكن لأنني لم أعطي الوقت والطاقة لأدرك ما الذي أعتقد أنه يهمني أكثر والآن قبل أن تشعر بالدنيا كثيرا صح لأنها بصراحة أسئلة متعبة أليس من المثير للاهتمام كيف أن أكبر القضايا في الحياة تطرحنا أرضا لصعوبة إيجاد أجوبة عليها إنها مثل حسنا حسنا أعني كثيرون منكم يقولون من أنا بالفعل إلى أين أنتمي وماذا علي أن أفعل هاي أنت جدي إلى هذا الحد صح ليس هناك اسئله اكبر من تلك ورغم ذلك الغالبيه العظمى من الناس لم تفكر في العمق بها او يمكن ان تعطيكم اجوبه عنها دعوني اخبركم لماذا افسر لماذا هذه الاسئله من الصعب الاجابه عليها اقلبوا صفحتكم شيء حدث شيء حدث مع عائلتنا الاولى التي تسللنا منها وما جعل من الصعب جدا الاجابه عن هذه الاسئله ما جعل العالم يتحفظ بعض الشيء عليها، ولهذا نلجأ إلى إعطاء أجوبة سطحية عن هذه الأسئلة، مدركين بالعمق أن هذه الأجوبة لن تكفينا. المقطع هو الأصحاح الثالث من التكوين، الإطار هو الانقلاب الكوني الذي حدث. الكائن الأكثر محبة، الكائن الأكرم، معطي حياتنا، خالق الكون، الرب الذي هو، خلق الإنسان، وقال له هذا كل ما لدي وكل شيء متاح. هناك ممنوع واحد صغير لا تاكل من هذه الشجره وجدودنا اولا بفعل الياس وثانيا بارادتهم قاموا بانقلاب ثوره ودخلت الخطيئه الى العالم اللاهوتيون يسمونها سقوط الانسان واخذنا القصه وبدانا ندرك ما حدث وفيما تراجع هذه القصه ستكتشف لما سيكون من الصعب عليك وعلي ان نجيب عن هذه الاسئله وسمعا صوت الرب الاله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك ركضا ليلتقيا به عاشا في بيئة مثالية كان كان عريانين عاطفيا عريانين روحيا وكانا عريانين جسديا بعض اللاهوتيين يعتقدون أن أشعة من الضوء كانت تخرج منهما قبل عملية السقوط كانت هناك حميمية كاملة مع الله حميمية وتعاطف مع بعضهما قبول غير مشروط الحياه كانت كامله والان سمع الله اتيا للمره الاولى فاختبا ثم نادى الله ادم وقال له اين انت بالمناسبه هذا ليس سؤالا استفساريا بل تشخيصي الله يعلم اين ادم سيطرح سلسله من الاسئله ليساعد ادم باكتشاف اين هو بالفعل قال ادم سمعت صوتك في الجنه فخفت لانني عريان فاختبات أخرجوا قلما لو سمحتم وضعوا دائرة حول خفت عريان واختبأت ستعود لاحقا ستجدون أن هناك صورة علائقية في ذلك موجودة عندكم وعندي وعند كل كائن بشري فقال الله من أعلمك أنك عريان هل أكلت من الشجرة التي أوصلتك ألا تأكل منها وهو سيجيب الله وأعتقد أنك لو كنت زوجة آدم حينها فتلك اللحظة سيئة ما كنت ستتعلمينه لن تثقي بهذا الرجل وللمرة الأولى ما ستتعلمين أنه في لحظة الضغط ما سيفعله بدل أن يتحمل المسؤولية ويكون رجلاً سيكون سلبياً وسيلقي اللوم عليك. فحواء إذاً كانت واقفة هناك مدركة كل القصة وستسمع زوجها يقول للرب: المرأة التي أعطيتني لتكون معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. للترجمة ليس خطأي إنه خطأها وبالمناسبة أنت من أعطيتها لي إذا لنقوم بالحساب ليس أنا بل هي خطأك في الواقع يا الله. ثم أكمل الله مع تطور الأسئلة التشخيصية فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي فعلت؟ والمرأة بردة فعل سريعة قالت الحية غرتني فأكلت. بتعبير آخر ليس خطأي أنا أيضا. إنه خطأ الحية وخطأ من خلق هذه الجنة وخلق الحياة، وتعرفون كل مشاكل الحياة خلقها الله. أليس من المثير كيف هي الأمور؟ حيث هناك مأساة، حيث هناك كارثة، عندما يحدث شيء في العالم، أليس من المثير ما يقوله دائما الناس؟ كيف يسمح الله بحدوث ذلك؟ وتتوالى الأسئلة كيف يجعلني الله أتنفس كيف يعطيني الله ذلك لا نعدد الأمور الجيدة التي يعطينا إياها ولكن إذا ما حدث أمر سيء لماذا يا الله صح؟ ثلاثة عراقيل تجدونها في هذا المقطع حول كيف تتعاملون مع الأمور بشخصكم الحقيقي أولا بخوف متجذر بالعار لاحظوا ما قال كنت خائفا لماذا؟ كنت خائفا لأن الآن ولأول مرة في حياته ادرك ادم انه عريان ولا لا طبعا الامر ليس جسديا فحسب ولكن ما ادركه هو انه معرض ما ادركه عندما نظر في عيني احد يرى بكمال من خلال اي شيء او امر انه ليس بالمستوى المطلوب هناك نوع من الوعي الذاتي كان يحصل ويمكنني ان اخبركم اننا هكذا نربط انفسنا بالله غالبا هكذا نربط أنفسنا ببعضنا البعض، فإن الطريقة البدائية لربط أنفسنا بالله والبشر هو بالخوف، وهو متجذر بالعار. أعني، يعني إذا ما وضعنا كل الفلسفات السطحية والشائع في علم النفس على حدة، إذا كان بإمكاني أن أزيل كل أنصة من القشور من حياتكم وحياتي وكل شؤون إدارة صورتكم، وكل الاطر التي تضعونها لشؤونكم وكل طرق الانكار التي فيكم في عمق قلوبكم ونفوسكم اذا ما عرف احد منكم او جميعكم اعني جميعكم افكار الحسد او الحوافز الامور التي قلتم دعونا نضعها جانبا في اعماق قلوبكم انتم شبه متاكدين انكم ترفضون اذا نتصل ببعضنا البعض بالخوف ونمضي وقتا وجهدا طويلا بالتظاهر وإدارة صورتنا وطالما لسنا متأكدين من نحن بالفعل ونريد أن نكون معجبين من الآخرين وأسميها شخصيات ثلاثية الأبعاد بسبب خلفيتك ومواهبك والبلد الذي ربيت فيه وكل هذه العوامل في مكان ما في موازاة هذا الخط تعلمون أن بعض المجموعات تحب ذلك وتتعلمون أن تتصرف هكذا تلبس مثل هذا يجب أن تقودوا هذه السيارة وأولادكم إلى هذه المدرسة وعليكم أن تحصلوا على هذه الأمور لأن بطريقة ما تحصلون على ثقه من ذلك تنالون موافقه من ذلك تحصلون على اعجاب من الناس هنا المشكله ما تدركونه ان هذه الصوره التي تتقمصونها من هذا الشخص لانه لطيف لانه محبوب وحسن وما الى ذلك تعرفون في العمق ان هذه الصوره لا تمثلكم انتم ولا تمثل الشخص الحقيقي فيكم وحتى عندما يحب الناس هذه الصوره لن تشعروا بالحب لانكم تعرفون هذا ليس انتم ولذا نجد بعض الأشخاص الذين هم الأكثر جمالا الأكثر نجاحا نجدهم يفعلون أمورا ونحتار قائلين كيف يمكن لهؤلاء الأشخاص بالذات النماذج أن يقتل أنفسهم أو يدمروا حياتهم بالإدمان إنه تناقض موجود في نفوسهم خوف متجذر بالعار لاحظوا الأمر الثاني الذي حصل هو لم يقل فقط كنت خائفا قال اختبأت ما يعني قلة أمان عندما تكون عاريا تشعر بقلة الأمان انك غير مستحق فتختبئ ليس لاننا خائفون فحسب انا اخبئ شخصي الحقيقي منك وانت تخبئ شخصك الحقيقي مني ومن الله اليس من المدهش عندما لا تشعر بالقدره على الصلاه خصوصا اذا تشعر بالعمق بهذا الشعور بقله الثقه او الدونيه ربما ليست خطايا كبيره امور صغيره تتراكم ولا تشعر بالحافز الكبير للصلاه لا اعرف عنكم ولكن انا اختبرت لا اريد ان اتكلم مع الله الان لانني لا اعرف ما سيجري صح هو سيجبرني ان اكون صادقا ان اكشف عن ذاتي وانا لا احب ذلك وكانني امارس لعبه اذا لم اكلمه في العمق عما اعيشه فهو لن يعرف ولكن الا تفعلون ذلك مع ازواجكم او مع شركاء غرفكم او مع اعز اصدقائكم ألا نمارس هذه اللعبة؟ لدينا خوف متجذر بالعار ونختبئ لقلة أماننا وسأخبركم أمرا هذه رسالة صغيرة مهمة للتعلم إنها رسالة حرية بالنسبة لي كل شخص على الأرض ينقصه الأمان بشدة ينقصه بشدة ولكن لا, لا إذا ما اشتريت هذا الغرض أو إذا ما سافرت أو دعوني أخبركم قصة صغيرة حررتني أم أول مكان كان لي الشرف بأن أعلم فيه وأنا في الثامنة والعشرين لم تكن كنيسة كبيرة بل كنيسة صغيرة كانت في إحدى القرى على بعد ثلاثين ميلا من دالاس القرية كلها تضم ثلاثة ألاف شخص وخارج القرية كان هناك مبنى أبيض يحوي خمسة وثلاثين شخصا وكانت هذه أول رسالة تعليم لي لا أعرف ماذا أفعل ولكن ولكن هذا كان المكان الذي دعاني الله إليه و شعرت بأنها كنيسة قروية لأن الناس كانوا يضعون شاحناتهم وبنادقهم في الخلف ولديهم أحصنة وحاجيات ولكن بعد نحو شهرين هناك عندما بدأت بزيارة الناس لم يحو في منازلهم مجلات العيش في الجنوب التي توضع في المقاهي بل منازلهم كانت نماذج عن ذلك كانوا خمسة وثلاثين شخصا فقط ولكن هذا الرجل كان تاجر سيارات هوندا هذا تاجر ياماها هذا تاجر شقق في أوستن وتجار نفط وهذا الرجل يملك لا يعمل فحسب بل يملك شركة تأمين لا أعرف كيف يتم ذلك ولكن كان يملكها وهذا الرجل يملك إحدى كبريات شركات الأعمال في وسط المدينة وفجأة بدأت أدرك أنني بالطبقة المتوسطة التي أنتمي إليها ووالدي مع جذوره البسيطة والداي كان أستاذي مدرسة فجأة أدركت أنني أعلم 35 شخصا أثرياء جدا على الأقل بالنسبة لخلفيتي وشعرت بالخجل حتى الموت هل وجدتم يوما مع شخص يشعركم بعدم الاستقرار؟ وتقولون مثل: انا اشعر بصغري او اشعر بانني احمق، لا اعرف هذا واعرف انهم اذكى مني وتفكرون بكل هذه الامور، وكانوا يقولون: تشيب لن نأتي الى الكنيسه لاننا مسافرون. انه موسم تزلج ذاهبون الى فيل. او واو هذا في كولورادو، الى منتجعنا، ثم نذهب الى مجمعنا في كوبس كريستي وانا مثل. اه. وفي السنة الأولى والنصف كنت أتذكر بقيت فعلا صاحيا ولم أتمكن من النوم في أول ستة وسبعة أسابيع بعدما أدركت المستوى الاجتماعي لهؤلاء الناس لأنني كنت قلقا ما يفكرون عني ثم وضع الله كتابا في يدي لعالم نفس سويسري مسيحي اسمه بول تورنيه ليس عليكم أن تقرؤوه ربما لم يعد موجودا كان مترجما من الفرنسية إلى الإنجليزية لبول تورنيه واسم الكتاب كان القوي والضعيف وقد عالج الناس على مدى أربعين عاما ومغزى الكتاب بسيط جدا كل شخص على سطح الأرض ينقصه الأمان بشدة وبعض الناس يعبرون عن قلة أمانهم بمواقف قوة سيطرة يخبرونك من هم أين كانوا يرتدون اللماع يخبرونك من يعتمد عليهم ما الأحرف التي تحويها أسماؤهم ما نجاحات أولادهم تبدأ بتخطيهم يبدون غضبا ويزيدون سيطرتهم وفجأة تشعر بالصغر وتتراجع والاشخاص الذين ينقصهم الامان يسيطرون احزروا ماذا يفعلون يسيطرون بمواقف قويه ليخلقوا مسافه لان في اعماقهم وكاي شخص هناك طفل صغير خائف وطفله صغيره خائفه يختبئون خلفهما فقط لديهم اوراق توت مختلفه وفي المقابل هناك اشخاص بمواقف ضعف وبهذه المواقف يدعون البساطه لا يمكنني أن أفعل أي شيء ولا قيمة لي، مررت بتجربة فظيعة، مررت بالكثير وأنت لن تفهم ذلك، وعندما تلتقي بهم تحاول مساعدتهم. ثم تحاول مساعدتهم ثم تلتقي بهم ثم لديهم آلة تسجيل، أنا ضحية، أنا ضحية، أنا ضحية، هذا فظيع لا قيمة لي، أنا شخص فظيع، لا أحد يحبني أبداً. وبعد خمسة لقاءات تقول: أتعرف ربما أنت على حق. صح أعني، أفهمتم؟ فما يفعلونه هم لا يريدون حق المساعدة هم يريدون تعاطفا واهتماما ولكن عندما يتصرفون كذلك هذا يخلق مسافة إنه نوع من الاكتفاء الذاتي يجدون طريقة تستفز الناس ليقولوا لا نريد الاقتراب منكم ينجحون ولكن ليس هناك أي فرق بين هذين النوعين من المواقف القوية والضعيفة وأنا كنت محاطا بأشخاص مسيطرين وكنت أخاف حتى الموت وقرأت ذلك الكتاب وكان بمثابة أتعرفون في رسوم المتحركة البينج مثل فجأة يسطع ضوء، ثم بين الضوء ينطفئ. أتذكر المرة الأولى التي التقيت فيها ذلك الرجل وأخبرني فعلت هذا وأنجزت ذاك وسأفعل ذلك. فسندت ظهري وقلت: هذا الرجل لا يشعر بالأمان أبدا. ثم اكتشفت أسرار زواجه ومشاكله، وأعطي أولاده استشارات. وأتذكر بدأت أقول: هؤلاء الأشخاص حياتهم متوترة مثلي. لا بل إن المال في الواقع يجعل حياتهم أكثر توترا مني. ثم فكرت أريد أن أتوقف عن الادعاء وسأزيل القناع عن وجهي وأصادقهم ورأيت الله يصنع معجزات صنع معجزة فيهم وصنع معجزة أكبر فيا وكانت مثل بداية مسيرة أتعرفون هذا مجهري الخاص الذي أراني الأمر نفسه لسنوات كل شخص ينقصه الأمان بشدة تخفونه بطريقة أخفيه بطريقة بعض الناس يخفونه بما فعلوه وإنجازاتهم ونجاحاتهم، وآخرون بالقصص التي يخبرونها، ولكن أتعرفون؟ هذا يسمى السقوط. تتواصلون نمطيا مع وسائل صغيرة وكبيرة لتهربوا من خوفكم، وتتواصلون وأتواصل بالاختباء، ونختبئ لأننا قليلو الأمان. مع بدء هذا الوقت من المشاركه والنقاش، أريدكم أن تستريحوا قليلا، هذه ربما إحدى أهم الرسائل اليوم، لأن كلمات الشفافية، التواصل، الصدق، الإنفتاح، ستكون المفاتيح لتجعل ذلك يحدث. في هذه الحلقة تداولنا كلمات مثل العار، إدارة الصورة، الخوف، وقلة الأمان. البعض منا تعلموا وحضنوا وعكسوا صورة أحد مختلف عن هويتهم على مدى حياتهم فإذا ما شعرتم بالتوتر وقلتم يا إلهي هذا أنا أقول لكم استريحوا أي شخص هنا ينقصه الأمان. لو فاتك ميعاد الحلقة ممكن تشوفها على اليوتيوب وشجع غيرك وشيرها على الفيسبوك ولو عندك سؤال أو استفسار ابعت لنا على سكايب تويتر او الايميل لكن لو حابب تتواصل معانا وبشكل مباشر كلمنا على التليفون